سينار، آخر التحديثات الوضع الميداني هو ما نستمع له الآن من ذوي قصف في مدفع عنيف في أرجاء متفرقة من المعاصي. هذا القصف بدأ منذ ساعات بعد تحليق مكثف للطيران التابع للجيش السوداني أو طيران الاستطلاع في مناطق متعددة من العاصمة، منها ثلاثة خرطوم، خرطوم بحري وأمدرمان. أيضا كان هنالك أصوات انفجارات عنيفة في مناطق جنوبي الخرطوم في قرى جياع، قرى المسعودية والباغير والتي وغيرها من القرى التي هي على تخوم ولاية الجزيرة. كان هنالك أيضا انفجارات في مناطق شرق النيل وبالأخص في منطقة سوبا. هذه المناطق هي ظلت بؤر للمعارك العسكرية خلال الفترة السابقة. كان هنالك أيضا تمشيط أمس أو خلال الساعات الماضية تمشيط الجيش السوداني في مناطق متفرقة من جنوبي الخرطوم في محيط سلاح المدرعات وفي أم درمان، في وسط أم درمان أو في الأحياء الوسطية بأم درمان، أحياء بيت المال والمسالمة وحي العرب وغيرها. وهذه المنطقة دائما ما يقوم بها الجيش بعملية التمشيط. كانت هنالك أيضا خلال الساعات الماضية قصف مدفعي، لعلك تستمعين الآن سينار إلى هذا التويه من القصف العنيف الذي يستهدف عدة مقار وارتكازات لقوات الدعم السريع هنا في مناطق شرق الخرطوم. في شمال البحري كانت هنالك أيضا جبهات مستعرة بشكل دائم وبشكل يومي، وهو المكان الذي دائما ما تتواجد فيه مقار وارتكازات قوات الدعم السريع. نعم، محمد إبراهيم مراسل الغد من الخرطوم، شكرا لك.